السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هصور لكم المحل الجديد اسمه مؤسسة الازهر. احنا قدامنا اهو مستشفى المطرية في شارع من الشوارع. طب ما فيش حاجة قدام الشارع هنا تبقى علامة يعني؟ وهم داخلين عند ايه الباب ده؟ ايه اشرحها؟ يا رب احفظنا. الباب اللي قدامكم ده بتاع المستشفى ده باب المشرحة، شايفينه اهو؟ نعم. قدام باب المشرحة في شارع، الشارع ده في محل اسمه مؤسسة الأزهر. مع بعض كده نشوف القماش بتاع التنجيد وقماش الستاير، وعنده المد وعنده بتاع الستاير البلكونات وعنده الشريط بتاع الستاير. كل سنة طيبين بقى، الدنيا صيام فالواحد يعني ايه بيتكلم على قده. فأرقام التليفونات اهي لو حابين تتواصلوا. اكيد عندكم شحن صح؟ شحن عنده جميع المحافظات. مع بعض كده نقول بسم الله ونشوف الاسعار اللي عنده ايه. نقول بقى بسم الله ونتعرف بيك الاول. اسمك استاذ احمد. استاذ احمد معانا اهو هيقول لنا الاسعار والاشكال اللي عنده بالنسبه للي عايز ينجد الانتريه من جديد ويحيي شكله، هيبقى تحفه على العين. حاجه ايه زي كده فيها اباليك لونها كشمير، واحلى حاجه ان انت حاطط الساده جنبيه يعني بص مش مدوخ حد، الساده جنبيه، المنقوش جنب الساده. حلو قوي الخامه دي. اسمها ايه؟ تريجر بس ده تقيل. ايوه التقيل بتاعه عشان الخفيف. انتوا عارفين هو بتاع الستاير، عندك اكيد الخفيف بتاع الستاير. في كل حاجه. خلاص احنا نشوف كل اللي عنده دلوقتي. ده لون كده كشمير، اللي بعده كشمير جنزاري. الجنزاري فاتح وغامق. انت حاطط الفاتح والغامق جنب بعض ومعاهم في النص اللون الساده. أيوه. جميل قوي. البني معاه الذهبي بتاعه، البتنجاني معاه الساده بتاعه، والعسل. العسلي ده حلو قوي قوي بجد. لا جميل. العسل جميل جميل. بصوا يا جماعه شكله جميل. لا حلو بصراحه. النبيتي برده حلو جدا، وجنزاري. وبصوا بصوا ده كحلي ولا جنزاري؟ ده كحلي. ده حضرتك ده كحلي. في برضه الرصاصي. الرصاصي درجتين. ايوه في الاسود في الرمادي، وعندك الرمادي فاتح في غامق. ايوه ومعاهم الساده في النص. حلو قوي. فينا 6-7 الوان رسم. الرسمه دي ولا دي؟ الرسمه دي اللي مسكناها اول حاجه. الرسمه دي وبرضه في كل ده الوانها برضه دي كلها، بس شكلها برضه حلوه. هنا ببعد عشان يبان اكتر كل الالوان دي. ما قلناش بقى المتر بكام؟ المتر من ده بكام؟ موجود ب 35 والساده ب 30. الساده ب 30؟ زي كده. واللي عليها ابليكه دي ب 35. طب والله حلو. وفي الساده الثاني خالص ده ب 25 جنيه. ده ب 25؟ ده اسعار جمله، خلي بالك. ده ب 25. ده ب 25؟ هو ده اغلى فعلا في العتبه. ده اغلى في العتبه. ده ب 25. ما شاء الله. ب 35 وده ب 35 وده ب 30 بالليزر. ده خامته اهي محمله ما شاء الله جميله. وفي الفواضح اللي زي كده برضه الالوان بتاعته اهي. تعالوا بقى نخش كده على الاشكال دي. حلوه قوي دي للركنه والساده مع المنقوش، شكلها جميل قوي. برضه ده تريجر؟ تريجر فواتح دي. تريجر. حلو قوي. ما هو انا خامته ماسكاها جميل، جميله قوي. والساده بتاعته 25. ده عامل 30 والساده 25. تمام. والنبيتي برضو حلو قوي. النبيتي جميل. النبيتي جميل. شايفين؟ كل الالوان موجودة. السادة 25 وده كده 30 المنقوش. حلو قوي. والرسمة دي حلوة قوي. ما عندكش بقى شكل تاني من الرسمة دي؟ جميلة قوي الرسمة دي. حلو قوي. الرسمة اللي بره في اشكال كتير قوي منها، بس استنوا عليا كده اقرب لكم الكاميرا ونشوف الشكل. بعد ما اتفرد بقى شكله حلو قوي. ده نفس السعر بتاع بره؟ 30. يا لو النبيتي تحفه دي، جميله جميله جميله. بصوا كده هات الساده بقى كده جنبيها وهي مفروده. تحفه 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 تحفه، جميله قوي دي. 30 25. الرسمه بتاعتها برده الثانيه دي نهار ابيض. ادري دي جميله قوي برده ركنه. بصوا الجمال. لا والله العظيم جميله. والجنزاري بتاعها برده. والجنزاري انا هبعد عشان وانت بتفرد تبان الشكل اكتر. ماشي على مهلك. بصوا بقى بعد ما فردها في منها 6 الوان. بصوا الجنزاري احنا فردنا منها الجنزاري، فردها منها ايه؟ الخفيف البني. تحفه.
دي تحفه والجنزري جميله. احنا متفقين اهو 30 المنقوش 25 الساده. ايه تاني بقى عايز توريه لنا؟ بس برضه غلو برضه نفس الاسبوع اللي بره برضه زي كده برضه. ده بقى ايه ده؟ انتري ولا انا عايز اعرف ده ممكن ينجد بيه ولا هيبقى غالي تنجيد؟ لا تنجيد نفس ده تنجيد. بس الرسومات اللي بره نفس الرسومات اللي بره. ده كده ايه 30 برضه؟ لا 35 منقوش. 35 منقوش يبقى زي الاولاني. ماشي. كله 35 منقوش والساده ب 25. تمام. كل دي كده الوانه. استنى برضه الهمر ده برضه حلو قوي. لا استنى بقى مش عايزه اعدي في حته في حاجات كده حلوه اهي واشكالها جميله. قول لي لا قول لي ده السعر ايه؟ 35 دي 35 بس الالوان بتاعتها جميله. الالوان بتاعتها جميله قوي ونبيتي والكافيه والبامبا وكافيه. بص في درجتين كافيه غامق وكافيه فاتح والكشمير واللبني والجنزاري جميله قوي دي 35. ماشي. ايه تاني بقى قلت لي عليه؟ مسكر زي كده وانتريات هامر اسمها هامر. المنقوشه والساده المنقوشه بكام؟ المنقوشه ب 40 والساده ب 35. المنقوشه ب 40 والساده ب 35. ده عرضها قد ايه دي؟ متر ونص. دي متر ونص دي ب 45 قلت لي؟ والساده 35. 35 حلو قوي. اسمها هامر. في عرض عرضين برضه ستار زي كده. طب نقفل عشان الاذان الاول. نخش احنا دلوقتي بقى كده على القطيفه اللي هو عرضه 2 متر 80. دوت بيبقى اسمه قطيفه ولا اسمه تلاجر؟ قطيفه. قطيفه. بصوا حتى الملمس بتاعها طبعا زي القطيفه اهو. كل الالوان موجوده عنده. المتر بقى بكام؟ 50 ده سعر الجمله. ده سعر الجمله 50. عندك الكشمير والجنزاري والكافيه والنبيتي والعسلي والبني. اللون ده ايه؟ ليموني ولا زيتوني؟ زيتوني. زيتوني فوشيا. الازرق ولا كحلي؟ كحلي. والكافيه فاتح. كشمير غامق. عندك الفاتح قدام ده الغامق شويه. الرمادي. ده جنزاري. جنزاري فاتح. ده عسلي. ده غير اللي انا قلت عليه الاول. عندك درجات منه كتيره بس ما شاء الله 25 درجه منه. وبرده في اهو كشمير تاني ثالث درجه دي من الكشمير. وبتنجاني وبرده دي رابع درجه كده. بصوا دي رابع درجه يعني انتوا عندكم درجه اهي ودرجه اهي ودرجه اهي ودرجه. اربع درجات. واللون ده كمان الخامس بتاعهم مع الدرجات اللي انا بقول عليها. وعندك اللبني والاسود والاحمر والسكري. ده بتنجلي فاتح. ده اللون ده مستردة. مستردة. ده كافي برضو من ضمن الكافيهات. ودي من ضمن الكافيهات. ودي بترولي. بترولي بس الوان. بصوا بصوا اللمعه اللي فيه دي القطيفه اللي هو بيقول عليها. دي الرصاصي. ده كده المتر ب 50 جنيه. وعندك الستاير اهي الشوفون المنقوش. شوفون المنقوش وشوفون الساده مع بعض. المنقوش بقى بكام؟ المنقوش ب 20 والساده ب 15. المنقوش ب 20 والساده ب 15. كل لون بترجع كل لون بالساده بتاعها. حلو قوي. اللبني بالجنزاري حلو قوي. البامبا مع اللون ده وبرده اللونين دول حلوين قوي. 15 و20 المنقوش. ده نفس الحكايه يا استاذ؟ يا باشا كل زمان. حلو قوي برده. ده شكل تاني اهو ب 20 جنيه والساده ب 15. لون تاني اهو ب 20 جنيه وده برده ب 20 جنيه. وعنده شحن لجميع المحافظات. هسيب لكم ارقام التليفونات على الشاشه واللي حابب يتواصل معاه يتواصل ويطلب منه ويشحن زي ما هو عاوز. المتر ب 15 من الساده والمنقوش ب 20. ايه تاني عندك ما قلناش عليه؟ تعالى حضرتك في مثلا انت مراتب زي كده متر 25 الشنيه دي ب 25. المراتب بقى بتنجدي بيها بقى زي ما انت عاوزه تعملي. بص حضرتك في ستار زي كده كده بلاك اوت. انت عندك ستاير اهو ما شاء الله بلاك اوت ده. دي بلاك اوت. حلو ما شاء الله. والوانها حلوه. ايه النبيتي برضو. ما انا كل ما بروح في حته اقف قدام النبيتي. النبيتي تحفه. طيب منها اطفال. حلو قوي الاطفال دي. انت تعرف الاطفال دي دخلناها في الملايات جميله جميله. دي بلاك اوت. المتر بقى بكام البلاك اوت؟ ده ب 40. ده ب 40؟ ايوه. تقيله اهي تقيله. لو حد عنده شمس ولا حاجه عايز يداري الشباك ياخد منها تداري الشباك وتداري الشمس. وفي دول برلاند زي كده؟ برلاند عامل 45. 45 جنيه متر. الرسومات دي كلها. دي رسوماته 45. رسومات زي كده عامل 50 زي اهو. ما شاء الله. عندنا.
الرسمه بتاعته جميله قوي دي. في رسمه منها دي سكري؟ اه. اللي بقى حته واحده يوتا طرزها واحد دي المتر بكام؟ 50 جنيه. 50 جنيه جميله قوي. لو واحده بتعمل منها يا جماعه تعمل مفرش سفره، مفرش انتري، والمناديل بتاعه النيش تبقى تحفه قوي، وهي واللي بيفردها الاستاذ اهي. جميله قوي التشكيله دي ب 50 كلها، كله بالله دي كده برلانت ب 50، كل اللي انا ماسكاه ده كده برلانت ب 50. ايوه حضرتك. والالوان اهي عنده كذا شكل وكذا لون، حلو قوي. ما عندكش طيب واتساب تليجرام اي حاجه اديها لهم يبقى عليها الرسومات دي كلها لو يختاروا منها؟ خلاص ماشي بقى هسيبها لكم. دي جميله قوي. بصوا الكنار بتاعها شغله كله في الكنار. جيت انت لازم زي كده جاكوار ده جاكوار؟ اه بتاع انت لازم جيت برضه جاكوار. انت عارف ماركه جاكوار دي في الملايات عندنا؟ اه. دلوقتي دي بتاعت تنجيد المتر بكام؟ 35 من دي الجاكوار. 35؟ اه. احنا بنتعلم منكم والله في الاسامي دي. حلو قوي. جاكوار ب 35. بصوا ظهرها، ده ظهرها اهو، ده وشها، ده كل الوانها 35. حلو قوي. الوانها كتيره جدا، ممكن تعمليها كذا استخدام، ما شاء الله جميله. شغل ايكيا بقى يا جماعه، شغل ايكيا، حاجه كده من الاخر يعني، تعملي ستاره وتعملي طقم الانتريه او الركنه كله مع بعضه شكل واحد. جميل قوي. المعلم الاسود ده اللي لسه نازل حديث، لسه نازل جديد، 15 رسمه عندي ما شاء الله. جميل جميل جميل. بصي السادة بتاعه منقوش، حلو قوي المنقوشه دي. بص استنى دي جميله قوي، افردها لك كده وظبط الدنيا. جميله قوي قوي قوي. اللون ده حلو جدا مع الساده بتاعه، جميل الاحمر. المنقوش بقى بكام والساده بكام؟ بقى بره ده خلي بالك ب 55 و50، احنا عندنا 47 جنيه. ب 47 المنقوش زي الساده؟ لا الساده ب 40. الساده ب 40 المنقوش ب 47 والمنقوش ب 47. وجه الوانه بصوا الرسمه اللي دي في منها برضو اللون ده، في منها ست الوان الرسمه دي. اه ده في منها كتير قوي. بصوا الملمس بتاعها تحس اه عصيفه كده من بره، عصيفه ناعمه. بصوا ناعمه الاشكال اهي، حلوه قوي برضو دي. دي كمان عبد الله. اه جميله دي مع الرمادي. انت اهي اشكالها اهي. ايوه اشكالها كلها اهي. حلوه قوي دي. بصوا اشكالها اهي. شغل جديد خلي بالك. جميل جميل. ده ب 47 جنيه. 47 والساده ب 40. اه والساده دي ب 40. برضو دي جميله جدا. دي جميله. حلوه قوي دي. لو حد عايز ينجد ركنه او انتريه ومعاها الستاره والكوشنات معاها، يا لهوي تبقى تحفه. لا جميله بجد دي، كل حاجه معاها اللون الساده بتاعها. اتفقنا ب 47. الساده بكام قلنا؟ ب 40. ب 40 47. حلوه قوي ما شاء الله. التشكيل كله اهو جميلة. لا التشكيل حلو قوي ده. دي كده الاشكال بتاعت ايكيا، جميلة قوي دي. بصي حاجة تحفة تحفة تحفة. في رسمة تانية اهي جميلة قوي وهادية ورقيقة. ورسمة تانية اهي. ده الجلد المقلوب؟ لا السادة ده النفس الخامة. ده السادة بتاع النفس الخامة دي. اه السادة الكتان. ده السادة. ما انا برضه عايزة اقول انها محملة شوية بس حلوة. لا جميلة. الكتان من الشغل ده كل الوانها. اه 42 لون. 42 لون. تيجي تختاري اللون اللي يناسبك. تاخدي المنقوش معاه. ايوه. لا جميلة. تعالى بقى ورينا الجلد المقلوب. في بقى باقي اشكال ايكيا بس معلش افرد معانا كده. دي شكلها اهو. ورينا دي جميلة قوي وهادية. لا حلوة دي. لا 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 حلوة دي جميلة قوي. جميلة مع اللون الزهري ولا الجنزاري. ودي مع العنابي. يا لا دي مع العنابي خطيرة. لا حلوة قوي دي كده بقيت اشكال بتاعت ايكيا. بصوا اه دي بتاعت ايكيا اهي. بصوا بصوا دي الشكل ده جميل قوي. وده اللون ده واللون ده تحفه 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 بجد. بصوا الستاره دي اللي قلت لكم تعملوها مفرش سفره ومناديل وانتريه تبقى تحفه قوي، عشان هي حته واحده مش هتأيدك بحاجه بس تحفه. بصوا دي بتاعه الستاير بكام الدك الستاير ده؟ ده ب 20 كنا ناقص 10 خامه الخفيفه بتاعته. اه ده ب 20 الخامه تقيله شويه الخفيفه و17. عنده المد. المد عندك بكام؟ 30. المد عنده ب 30 جنيه. الالوان دي بس؟ لا في الوان ثانيه جايه برضه ساعه الوان منها لسه عينه بس. اه دي كده عينه يا عنده بس بقيه الالوان هتيجي ان شاء الله ب 30 جنيه المتر. البني والجنزاري والرمادي والنبيتي والبتنجاني. نيجي بقى للجلد المقلوب، وده اخر حاجه في الفيديو بتاعنا. الجلد المقلوب الالوان بتاعته كتيره
والخامة بتاعته حلوة، هي بتبقى ناعمة كده من قدام الظهر بتاعها، عشان في ناس كتير قوي بتقول يا دعاء اقلب الظهر ورولنا، اهو شايفة الظهر ده الوش، الملمس بتاعه زي القطيف، جميع الالوان اهي عنده. الله ده تحفة قوي، تحس ان هو كده شبه الرخام، شبه الرخام، في رصاصي او شبه المشحم، في ناس كانوا بيقولوا عليه مشحم وفي ناس بتقول عليه رخام، في الزيتوني، في البني. بصوا دي فيها تقليمه زي الرخام ازاي، جميل قوي الالوان بتاعته تحفه برضو. دي فيها تقليمه زي الرخام، يا رب تكون ظاهره لان انا دخلت في الشمس فمش شايفه قد كده. والنبيتي اهي برضو زي الرخام، اهي فيها خطوط كده. كده المتر بكام؟ 45 جنيه الجلد المقلوب. الجلد المقلوب ب 45 جنيه المتر. ودي اخر حاجه عندنا.